حسام باشا، يا اهلا وسهلا. دي خطوه عزيزه. تحب نقعد هنا ولا نقعد تحت؟ اصل يعني عقبال املتك الشقه دي دورين. لا، الموضوع مش مستحمل قعده. حسام فضلك، انا مش جاي عشانك، انا جاي للي انيكي وبيصرف عليكي. خشي جوه يا شاهندي، جوه. أمرني يا حسام باشا، ده مهما كان برضو انت ابو نسب وخال العيال في المستقبل ان شاء الله. طلع منك دماتي لو خال العيال وابو نسب. بس ما علينا، اوعى تكون فاكر ان جيتي هنا دي معناه ان انا موافق على الجوازه دي، لان مش من الرجوله ان واحده تجيلك هربانه من اهلها وتتجوزها. ومع ذلك انا جاي عشان اقول لك يا مصطفى اني قسما بالله العلي العظيم لو زعلتها او مست منها شعره لدفنك مكانك بالطول وانت واقف، رغم ان انا عارف انها هترجع متطلقه، بس حبيت يعني افوقك واعرفك ان وراها رجاله وليها اهل. هو انت ليه يا باشي سيء الظن بيا للدرجه دي؟ عشان عارفك يا طاهر، عارفك يا مصطفى. ايوه ايوه يا شاي، حاجه ساعه بيبس نسيت ولا ايه؟ لا ما نسيتش. هو في حد ينسى اصله؟ امرني يا باشي. هأمرك وهتنفذ. طرطالي ودانك كويس يا مصطفى. خير يا باشي؟ الولد ياب ماله؟ وصلتني معلومات ان البودره لحست دماغه وانه لايف على المره اللي كان مرافقها قبل ما يتجوز. والمطلوب؟ قبل حكمه بتعرف يوم يصفوا بعض ونخلص منهم الجوز. غالي يا باشا، غالي ودياب خلاص بقى رخيص. وعايزك تعتبر ان حكمه عرفت من دلوقتي. بس انا ليا طلب عندك. نعم. انا عايزك تعتبر الموضوع ده عربون المحبه والنسب. يا ابو نسب ملوكه، وحشتيني. ازيك يا روحي؟ الحمد لله. عامله ايه؟ الحمد لله كويسه. تعالي اقعدي جنبي، انت وحشاني قوي قوي قوي. هروح العب. طيب يا حبيبتي متاخريش عليا. حاضر، يلا باي يا روحي. مالك يا ايمان؟ في ايه؟ من ساعه ما جيت وانت متغيره ومش على بعضك، في حاجه مزعلاكي؟ انا شكلي غلطت لما اتجوزت حسام يا ماما. بتقولي ايه؟ انت بتشكري فيه وبتقولي انه طيب وحنين. هو طيب وحنين بس معتز لسه عايش بيني يا ماما. شيء عادي وطبيعي ومتوقع كمان. انت نسيتي الظروف الوحشه اللي مرت بينكم انتوا الاثنين. وبعدين معتز الله يرحمه كان قريب منكم انتوا الاثنين. عموما الدنيا بتنسي يا حبيبتي، والدنيا بتمشي كمان ما بتقفش على حد. تفتكري؟ يا شاهندي مالك؟ متضايقة قوي عشان حسام زعلان مني وما بيكلمنيش، وأنا مش متعودة منه على كده. بكرة كل حاجة تتصلح والمية ترجع لمجاريها، بس أنتِ قولي يا رب. يا رب يا طاهر. اصل حسام زعله غالي عليا قوي. انا عارف ايه اللي يرضيه، والنهارده انا هعمل اللي خليه يرضى عليا وعليك. بجد يا طاهر؟ ايه اللي يرضيه؟ يعني موضوع كده بيني وبينه هبقى اقول لك عليه بعدين. انا مش فاهمه الراجل ده حاطط نقر ومن نقرك كده ليه، وحاطك في دماغه حاجه غريبه والله. يا ماما منير هو منير طول عمره انتهازي، ايه الجديد يعني؟ بس انا مش هسيب له ملك مهما حصل، حتى لو اضطريت ان انا اتطلق من حسام. يا حبيبتي ما تخافيش، ده مجرد تهديد عشان يبتزك مش اكتر من كده. طب افرضي نفذ تهديده يا ماما، اعمل ايه انا وقتها؟ ازيك يا ست حكمة؟ ازيك يا طه؟ امال سيدياب فين؟ مش هنيه؟ مش هنيه ازاي؟ وازاي يسيبك في الظرف ده؟ اهو كل يوم بيطلع لوش الصبح، ده غير الهباب اللي بيشرب. ورجع للهلس تاني. بتقولي؟ يعني ما بقولش حاجه، بس هو برضك معذور، ما هو انتوا اللي حصل لكم ده مش شويه. الله يرحمك يا منصور يا صغير. الله يرحمه ويرحمنا جميعا. بصي بقى يا ست حكمت، يعني عايزك تاخدي بالك من سيدياب اليومين دول. خد بالك كيف يعني؟ لا
يعني انا عايزك تبقي جنبه، اصل هو تعبان قوي ولازم تبقي جنبه كده وهو تعبان، بدل ما واحده تانية تلوف عليه. قصدك ايه يا طاهر؟ انا ما قصديش حاجه، ما قصديش حاجه، انا قلت اللي عندي وعملت اللي عليا. يلا فوتك بعافيه، انا عارف هلاقيك فين.